خاض العراق سلسلة صراعات أدت إلى ازدياد أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة، ورغم أن الدولة ملزمة بهم كسائر مواطنيها، إلا أن الدعم لا يزال غير كاف لتغطية الاحتياجات الرئيسية. كورونا هددت الصحة واللقمة، وأسعار النفط المنخفضة دفعت بما تبقى من اقتصاد إلى الهاوية. فإذا كان 12% من العراقيين غير المصابين بإعاقات مهددين بالفقر، فما هو حال من سلبتهم الصراعات جهوزيتهم الجسدية لمكافحة الفقر والبطالة والعوز؟ عتمة حلت بسوادها على أناس وحملتهم فوق الهم الجماعي ألماً شخصياً بات يهدد أحلامهم ومستقبلهم وأبسط حقوقهم بالعيش.